الديكو ديالك، كاع ديك الالوان الطيف اللي كتكون جايه من اشعه الشمس بحال كتحرقي، يعني بحال كتحرقي من اشعه الشمس، بحال كتحرقك شي بوماده، شي حاجه درتيها لاسيغ، يعني كتلقاي هذا المشكل هذا ديال الكحوليه. فجربي وما تحكميش على الوصفه، عرفتي راه كتبيض، وابار انك ديريها للعنق ديالك ديريها لجميع المناطق الانتيم او للمناطق الحساسه، حتى الركابي، حتى اليكود. اهلا وسهلا الغزالات ديالي، صافا هاني لاباس عليكم، كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا. اي وحده كتشوفني تابوني اختي وفعلي الجرس. الناس اللي مابونين عندي وما كيوصلوكمش الفيديوهات تفعلوا الجرس، راه كاين مشكل كنحطوا الفيديوهات ما كيوصلوكمش، لان شي حاجه واقعه في اليوتيوب ما كتوصلش الاشعارات للناس. فحيدي اختي الجرس وعاودي فعليه، ضروري تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. انستغرامي مرحبا بكم الا بغيتوا تتواصلوا معايا. اليوم غادي نبارطاجي معكم وصفه كتبيض لينا العنق. بزاف منكم اللي غادي يكتبوا تعاليق سلبيه في هاد لا فيديو عليا انا، ياك حيتاش كيجيوني تعاليق كيقول لك وجهك بيض، عنقك كحل. هادشي غادي نشرحه لكم كامل ان شاء الله في هاد لا فيديو، وبقاو معايا تشوفوا واحد الوصفه واعره بزاف. كاين غوماج وكاين وصفه، وغادي نطبقها وغادي تشوفوا النتيجه قدام عينيكم. يلا خليكم معايا وما تمشيو فين، ما تنساوش الفيديوهات ديالي. اول حاجه غادي نبارطاجيها معاكم في هاد الوصفه هادي ديال العنق اللي هي الغوماج. لأول حاجه غادي نبارطاجيوها وغادي نستعملوها في هذا المشكل هذا اللي كيكون عندنا في العنق، اللي هو القوماج. القوماج البنات غادي نحتاج ليه تفل ديال القهوه. تفل ديال القهوه هي ديك البقايا ديال القهوه اللي كنطبخو كيبقى هكاك في ديك الكسرونه ولا في الترموسه ولا هذا، كناخذ منه كيكون فازق. هانتوما البنات كناخذ منه معلقه ولا جوج اللي بغيتي، على حسب واش انت غادي ديري لعنقك بوحدو ولا كاع المناطق الحساسه اللي عندك، مهم اللي بغيتي. وغادي نخلط معاه ياغورت طبيعي، غادي نخلطو بالياغورت الطبيعي. يعني هذه كبدايه وضروري في هذه الوصفه ديال اختكم فاطمه الزهراء تستعملوا هذا القوماج هو الاول، عاد دوزوا الوصفه باش تتكون واحد النتيجه سوبر واعره. هانتوما البنات غادي ندير تقريبا واحد جوج معالق ديال الياغورت. وصفه خطيره هذا. اول حاجه القوماج بالقهوه واعر بزاف، وماشي تستعمليه غير العنق ولا المناطق الحساسه، هذا القوماج ممكن تستعمليه الجسم ديالك كامل. هانتوما البنات بحال شكل ديال الروتين كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش نوريكم الماسك اللي كتطبقيه من بعد ما كديري القوماج. هانتوما البنات بالنسبه للماسك غادي نستعمل فيه نيدو. هانتوما غنستعمل معلقه ديال النيدو حليب غبره، وغادي ندير فيه بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم البنات هادي كما كتشوفوا معلقه. هانتوما زوينه هاد الوصفه، غير جربوها غادي تعجبكم. وغادي ندير فيه معلقه ديال الياغورت، ما تكونش عامره. هانتوما البنات حنا بغينا واحد الخليط اللي غادي يكون بحال الكريم. هانتوما البنات عتي راه كتبيض، وغادي نشرح لكم نيت في لا فيديو، غادي نجاوب البنات اللي كيقولوا لي وجهك بيض وعنقك كحل، سيري ديري ديك الوصفه لعنقك وعنقك هادي عنقك انا نجاوبكم على هاد القضيه ديال العنق. خليكم معايا. اخر حاجه غادي نوريكم اللي غادي نبارطاجي معكم واللي ديجا بارطاجيت معكم، هو هاد المحلول هذا، الماء ديال الاكسجين نمره 3%. هذا البنات بارطاجيته معكم، مني بارطاجيت معكم الوصفه ديال المناطق الحساسه اللي ما شفتهاش غادي نخليها لها في صندوق الوصف. وصفه زوينه ما شاء الله. هاد الماء هذا البنات راه شي حاجه واعره بزاف. هاد الماء هذا راه هضرت عليه، ولا بغيتوني ندير لكم فيديو خاص عليه
قولوها لي في لي كومونتير وانا نشرح لكم على هذا الماء هذا، ونقول لكم على الاستعمالات ديالو. هذا الماء هذا البنات، هذا غادي نستعمل منه تقريبا واحد نص معلقة صغيرة. هانتوما كنحصل على واحد الكريم بحال هكا. انا رجعت معكم الزيونات بعد ما شفنا الوصفة ديالنا وشفنا القماش ديالنا. اول حاجة غادي نجاوب هادوك الناس اللي كيقولوا لي ديري بعدا غير وصفات العنق راه كحل. وهذا شوفي اختي، اختي اللي كتسمعيني، ما عارفيش انه كاين واحد القضيه غادي تكون فك نتيا الا شفتي راسك في المرايه ممكن تلاحظيها في راسك، انه التركيبه ديال الجسم ديال الانسان بعض المرات تكون تكوني ملونه دايره بحال ديك الحرباء، كيكون اللون البشره ديالك ماشي بحال وجهك. دابا عنقي انا كيسحب لكم نتوما راه هو كحل حيت انا ما تنديرش ليه الوصفات ولا مصخ ولا ما عرفتش اش كيقول لكم راسكم. راه العنق ديالي هكا داير هكا، ما جاش بالوصفات، ما جاش حتى شي حاجه، ما جاش بالسناسل حيت بعض المرات السناسل كيكحلوا العنق، بعض المرات البومادات لي كروش الشمش كيكحل العنق، مي كاينه واحد الحاجه وحده اخرى نتوما ما عارفيناش، ان الانسان كيكون هو هكاك مخلوق هكاك. انا عنقي اصلا هو هكا لونه هكا، وماشي غير عنقي، عنقي وظهري تظهري مختلف على وجهي، باش تكونوا عارفين هذه القضيه. وما جاوش بالوصفات وما جاوش حيت فيا شي حاجه، لا هكا تركيبه الجسم ديالي دايره، يعني وجهي بيض، ظهري اللون ديالو شويه مغموق، عنقي كذلك، هادشي عادي عادي بحال شكل مثلا ديال شي وحده مثلا بلقه بزاف ولكن المناطق الانتيم ديالها بحال شكامبا كحلين، يعني نهضروا بكل وضوح، فراه عادي جدا عادي جدا. ما جاوش بالوصفات وما جاش حيت ما تنديرش الوصفات، انا بعض المرات فريمون كنخلي العنق ديالي ما تنديرش ليه الوصفات، تنعكز على الغسيل وهذا، فعنقيها هكا داير. زائد حاجه واحده اخرى، ان انا عندي تنيات في عنقي، انا ما كيبانوش في الكاميرا، انا عندي تنيات في عنقي خصوصا ملي تندير ها نتوما هاو، عندي تنيات في عنقي فهما اللي كيبينوا هذيك السموريه. المهم الزيونات ديالي اليوم غادي نبارطاجي مع دوك البنات بين قوسين، البنات اللي كيكحل لهم العنق ديالهم بالشمس، اللي كيكحل لهم العنق ديالهم بالسناسل، اللي كيكحل لهم العنق ديالهم بالبومادات، انا هادو هما اللي غنهضر معاهم، ما نهضرش على الفئه ديالي اللي اصلا العنق ديالها مثلا مخلوقه هكاك، طبيعه ديال الجسم ديالها هكاك، ما نهضرش عليهم حيت هذيك يعني واخا تديري اي حاجه الجسم ديالك هكاك، اللون ديالو هكاك، ما يمكنش واش وحده كحله ترجعيها بيضه اولا وحده سمراء غترجعيها بيضه، لا حنا اللي كنديروا الوصفات تنبارطاجوا الوصفات مع الناس اللي عندهم مشكل جاهم من شي حاجه، من الشمس، الكلاف، درتي شي بوماده وما جاتش معاك، درتي شي حاجه وما جاتش معاك، كتديري ليها واحد الوصفه كتحيد. اما الا انت اصلا دايره هكاك ومخلوقه هكاك ولحمك هكاك لونه، راه ما يمكنش. المهم طولت عليكم الهضره، اول حاجه غادي نبداو بالقماش البنات، القماش بالقهوه شي حاجه واعره بزاف. اول حاجه البنات كتقومي العنق ديالك مزيان بالقهوه، انا غادي نقوميه مزيان ونرجعو باش نطبقوا ليه الوصفه ديالنا. لابو ديالك تقريبا واحد 5 ديال الدقائق وانت كتقومي 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 مزيان مزيان. القهوه راه شي حاجه واعره بزاف كترطب، عرفتي العنق ديالي دابا كنحس به رطب. شوفوا البنات دوك التنيات اللي قلت لكم، عندي التنيات، انا عندي التنيات في العنق ديالي، داكشي علاش اللون عندي مغموق، يعني انا كنعترف به، يعني شنو عادي شي، انا هادشي كيجيني عادي جدا وما عنديش فيه المشكل،
حيت واحد الحاجة انتي تزاديتي بها بحال هكاك ما عندكش ليها حل، عادي وماشي شي حاجة اللي صعيبة ولا عادي. انا بالنسبة لي المهم دابا غادي ندوزو للماسك اولا غادي ندوزو لهاد الكريم اللي صاوبنا كما كتشوفو هانتوما، عجيبة البنات شي حاجة واعرة بزاف. ونعاود نركز، انا تنهضر مع البنات اللي عندهم مشكل ديال الكحولية، مش بلا ما تبقاو عليا في التعاليق وتكون يقضى تفكنتي ولا، انا تنهضر مع الناس اللي عندهم مشكل جاهم من الشام، جاهم من السناسل، من البومادات كحل لهم العنق ديالهم كي ديما هازين شعرهم بحال هكا وكحل لهم بالشمس. هادو هذا هو الحل ديالكم، هذا هو الحل ديالكم. انا ما تنهضرش على الناس اللي في حالي مزيودين هكا، فهمتوا؟ الرينغلايت كتبقى تمشي وتجي. المهم الزيونات ديالي هاد الوصفه هادي كطبقيها كل نهار، القماش ماشي كل نهار، القماش كدي دابا هاد الروتين كديريه كل نهار بالحق، القماش لا، القماش كديريه بحال دابا السيمانه كديري القماش غير ثلاثه المرات في السيمانه، مي هاد الوصفه هي اللي كطبقي كل نهار. القماش بحال نقولوا عليه كتبقاي تقشري ديك الطبقه اولا ديك الخلايا الميته اللي كيكونوا في العنق ديالك، من بعد كطبقي هاد الوصيفه هادي كتخليها 4 ساعه في لابو ديالك، كاع ديك الالوان الطيف اللي كتكون جايه من اشعه الشمس بحال كتحرقي، يعني بحال كتحرقي من اشعه الشمس، بحال كتحرقك شي بوماده شي حاجه درتيها لاسيغ، يعني كتلقاي هذا المشكل هذا ديال الكحوليه. فجربي وما تحكميش على الوصفه، عرفتي راه كتبيض وابر انك ديريها للعنق ديالك، ديريها لجميع المناطق الانتيم اولا المناطق الحساسه، حتى ركابي حتى اليكود، انتي اختي كل نهار كديري هاد الوصيفه وكتخليها 4 ساعه. القماش كيدار 2-3 المرات في السيمانه صافي كما كتشوفوا، ومن بعد كتغسليها. مني غادي نخلي انا دابا 4 ساعه نغسلها ونعاودو نرجعو باش تشوفوا اشنو غادي ندير. يلا الزيونات ديالي انا رجعت معكم، اخر حاجه كندير هي الزيت ديال ارغان اولا فيتامين او اولا كريم مرطب، ضروري لان الوصفه فيها مواد اللي كينشفوا شي شويه فضروري كترطبي شي حاجه بحق. الا كنتي ديري بحال هكا زيت ارغان ولا شي زيت ولا فيتامين او ولا شي حاجه ما تخرجيش للشمس، ما تطلعيش للسطح، ما تعرضيش لابو ديالك للاشعه ديال الشمس باش ما الوصفه ما ترجعش عليك بالعكس، حيت بعض المرات الوصفه كترجع بالعكس خصوصا الا درتيها وخرجتي. ديريها بالليل من الاحسن كترطبي بحال هكا العنيق ديالك وصافي. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم، غير جربوا وردوا عليا الخبار البنات. هانتوما راه اختكم عندها نيات، داكشي علاش كيبان لكم عنقي يعني اللون ديالو مغموق. المهم الزيونات ديالي تهلاو في ريوسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، كنبغيكم بزاف، سلامه.